خالي خلود قالت ما لازم نقيمه مشان الطيارات. نزعتوا لي السقف مشان طياراتكم انت والهبلة التانية. انه عم تقولي انا الاهبل الاول؟ ايه انت. ليش انت طول الوقت معصبة ما بتحبي تحكي معي مثل خالي خلود؟ انا وياها لعبنا ضحكنا وقلنا نكت. اذا مو عاجبك روح احمل حالك وعيش عند خالي خلود، ما حدا ماسكك. شوف على هالمنظر، اتزعد هان السقف، شلون بده يزبط هاد؟ تصطف لي، اذا ما بدك تحكي معي احكي مع حالك احسن. شو بدك؟ ضايق خلي ما بعرف، ليش ما عندك تلفزيون؟ شو بعرفني، ما خطر لي اشتري تلفزيون. ليك هاي راديو، هلا بنفتح بنشوف شو حاطين اغاني. يعني ما بتجيبي لي غسله وما عندك تلفزيون وما بدك تحكي معي. خلاص حاجتنا، قلت لك ما لقيت، بكره بجيب لك. خلاص وعد. قال في حدا عم بيشرب حليب بعدين مات. ليش؟ ليش؟ لانه وقعت عليه البقره. Ha 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 ha!